بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. الفيديو اللي قدامنا ده هو طبعا متصور في أوكرانيا، وبعته لي طبعا صديقي الأستاذ محمد فاضل، مصري مقيم في أوكرانيا وواخد المزرعة اللي حضراتكم شايفينها ديت، مشروع صغير كده عامله يعني هناك، وزارع خيار. الراجل مهندس كمبيوتر على فكرة، مش زراعي يعني، ولكن الأمل لما بتحيط أي حد ف يعني وبيجتهد فربنا بيديله وبيقدر يعني يدخل أي مجال هو عايزه طالما هو حابه. تمام، دي هواية يعني، فالهواية الإنسان بيبرع فيها غير الوظيفة. فالراجل واخدها هواية، فربنا يعني الحمد لله واقف مكانه. المرجو من الفيديو ده هو زي ما قلنا، الخيار اللي قدامنا ده أولا خيار شوكي. تمام، الخيار الشوكي مش قصة بقى انه خيار شوكي، احنا حاطين الفيديو ده عشان حاجة واحدة، الأراضي اللي انت شايفها دي أراضي طينية. تمام، أراضي طينية، والأراضي الطينية طبعا لها مشاكل كتير جدا 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 في زراعة الخضر وخصوصا الخيار بالذات. تمام، ليه مشاكلها؟ في ان المية بتقف فيها والصرف بتاعها بيكون ضيق، وبالتالي بتحصل لنا مشكلة في ان الخيار بيحصل له عفن في الجذور. تمام، وكمان ان زيادة الرطوبة داخل البيت ده هو خصوصا في الأراضي برضو الطينية ده هي بيسبب لي بياض زغبي. تمام، وبيصعب السيطرة على الحاجات ده هي. تمام، في مصر السنة اللي فاتت تمام عملنا فيديو بيتكلم عن هل ينفع ان احنا نزرع او نقيم بيوت، مشاريع بيوت محمية في الاراضي الطينية في دلتا مصر مثلا، واتكلمنا في الفيديو كتير، ومع ذلك يعني حالات لا تعد ولا تحصى من ناس، كل الـ تقريبا 90% من اللي كان قاموا مزارع بيوت محمية في الأراضي الطينية البياض الزغبي جه شالهم خالص. ووردت لنا حاجات كتيرة في حمزة الغربية والمنصورة الدقهلية وكفر الشيخ، ورد لي كتير يعني في بيوت محمية متدمرة تماما 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 يعني نتيجة الإدارة السيئة. زي ما حضرتك شايف أوكرانيا الحرارة فيها عالية، في الشتاء برضه عندهم مطر كتير والرطوبة عالية، الأراضي بتاعتهم أراضي طينية. الحسنة الوحيدة عندهم إن الأراضي يمكن تكون خصبة شوية، ولكن طبعا نتيجة الـ إن الأرض موروث بتاعها أساسا خصوبي، لأن كانت فيها مادة عضوية كتيرة نتيجة الأمطار عندهم عالية، وبالتالي التغطية بالأعشاب الخضراء بتبقى عالية، وبالتالي الأعشاب ده هي بتموت وبعد كده بتتحلل وبتصبح مادة عضوية. فالأرض من آلاف السنين عندهم غنية بس في المادة العضوية، وبالتالي غنية في الخصوبة بتاعتها. تمام، فعايزين بس نتكلم في حاجة، الأراضي الطينية زي ما حضرتك شايف كده ما شاء الله الزرع فيها كويس جدا، السيمترية بتاعت النبات كويسة، اللون بتاع النبات كويس، اللون ما شاء الله بتاع الورقة بيلمع. تمام، ما بنحسدش يا أستاذ محمد ولا حاجة، بس دي حقيقة يعني ما شاء الله الورق بيلمع، السمك بتاع الساق كويس، مساحة الورقة كويسة، ده دليل على إن إحنا هناخد محصول إن شاء الله يكون كويس من البيوت دهية. وزي ما حضرتك شايف إن البيت أساسا يعني مش مخترعين فيه، هي بيوت محمية خالص بصوب عادية بلاستيكية، يعني مش زي اللي هي المكيفة عندنا في المملكة العربية السعودية، أو دي بيوت عادية خالص بتقام في أراضي طينية عادي زي أراضي مصر والسودان. شايف اللون بتاع النبات، زي شايف اللون بتاع النبات، شايف لون الورق عامل ازاي، شايف مساحة الورق عامل ازاي، شايف النضارة بتاعة النبات عامل ازاي، ما شاء الله حاجة كويسة جدا. فالأراضي الطينية مش أراضي عويلة ولا حاجة ولا فاشلة في البيوت المحمية، الفشل بيتركز فينا احنا بس، في عدم إدارتنا كويسة للري، عدم إدارتنا كويسة لمكافحة الجذور، عدم المكافحة الكويسة بالنسبة للأمراض إن كانت الفطرية أو الحشرية، واحنا بنتكلم على الأمراض الفطرية بالذات هي أسوأ حاجة ممكن تقابلك وانت بتزرع في البيت المحمي.
الكنترول عندك فيه، ولو انت زرع اراضي طينيه بالنسبه للخيار، في عمليه فتح وغلق الابواب بتاعت البيت المحمي ان كان في الصبح او في اخر النهار، وانك ازاي تتحكم في الرطوبه بتاعتك. مفيش مشكله، انت ممكن تجيب شفاط مطبخ اساسا، لو انت يعني ممكن تجيب شفاط مطبخ وتركب في كل بيت شفاط مطبخ وتوصل له كهرباء، بحيث ان هو يطلع لك كميه الرطوبه ده هي بره، زي ما حضرتك شايف في الفيديو دوت. ما شاء الله الدنيا كويسه، زرع كويس، ارض طينيه، عندهم امطار عاليه، عندهم رطوبه عاليه، ولكن اداره جيده في المكافحه وفي التسميد وفي الري. انا نسيت اقول كمان ده هو اساسا محكوم بقصه التسميد، بحيث ان هو عندهم وزاره الصحه بتنزل بتاخد عينات عنده من الارض، وهو بيجمع كل يوم طبعا خير الشوكي بيتجمع كل يوم، وزاره الصحه بتنزل عنده بتاخد عينات من الارض بتاعته وبتقيس التركيز بتاع النطرات. يعني هو محكوم بحاجات انت بالنسبه لك انت فري فيها او حر فيها، بتعمل فيها اللي انت عايزك. بنتمنى ان الفيديو ده هو يكون حافز لينا لان احنا نقدر نتخطى الصعاب ونزرع بيوت محميه في الاراضي الطينيه، سواء السعوديه فيها اراضي طينيه ما فيش مشكله، في بعض الاراضي الطينيه، السودان طبعا كلها اراضي طينيه، مصر فيها اراضي طينيه. فالاراضي الطينيه مش معوق انك تزرع بيوت محميه، ولكن المعوق ان الاداره بتكون سيئه، وبالتالي بتؤدي الى الفشل الزريع اللي بيخسر المزارع او المهندس او صاحب المشروع الاخضر واليابس. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.